اليمن تحضر مجددا على الطاولة الدولية، الطاولة ذاتها التي حضرت فيها الألعاب الدولية والإقليمية، وغابت اليمن ولم تحضر ولو على هيئة نائب فاعل في أروقة النظام الدولي، حيث الأسماك الكبيرة تلتهم الصغيرة ولا عزاء للنظام الدولي العادل المنتظر. فشلت بريطانيا في تمرير قرار يدين إيران في اليمن، وفشلت الإمارات في رفع العقوبات عن نجل صالح المقيم في أراضيها. هذه خلاصة ما دار في أروقة مجلس الأمن بخصوص ملف اليمن، الملف الذي بات مفتوحا في طاولة المجلس الزجاجي في نيويورك. روسيا استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار دولي يتهم طهران بانتهاك حظر الأسلحة لمصلحة صياغة بديلة نصت على تمديد عقوبات مفروضة لها علاقة بالحرب الدائرة في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح. حضرت روسيا هذه المرة كلاعب يضع العصا في عجلة القرارات الدولية التي مست بصورة مباشرة ذراعها الإقليمي في المنطقة إيران، بينما لم تعرقل القرار 22/16 الذي حظي بإجماع دولي ضد الانقلاب على العمليات السياسية. القرار الدولي بني على تقرير أممي أفاد بأن صواريخ أطلقها الحوثيون تجاه السعودية العام الماضي صنعت داخل إيران، وهما ذهبت موسكو للتشكيك في صحتها دون دلائل تعزز بها هذا التشكيك تجاه تقرير استقصائي أعده فريق الخبراء. ذهب المجلس في النهاية لإقرار مشروع المقترح الروسي الذي نص على تمديد العقوبات لعام آخر دون أن يتضمن أي إشارات لإيران التي ترفع لافتة نفي تسليح الحوثيين. وبحسب مراقبين فإن الجانب المشرق في أروقة مجلس الأمن هو تأكيد القرار على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية في مرحلة تشير فيها التقارير إلى مهددات الدولة اليمنية كيانا وأرضا، حيث تغذي تلك المهددات أطرافا وراء الحدود اليمنية وبرزها طهران وأبوظبي.